السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة إرسال إيميل جيميل من عندنا. إيميل بتاع جيميل عاوز أبعت منه رسالة بكل سهولة، بروح طبعا لازم أكون مسجل دخول على المتصفح زي ما أنا مسجل دخول دلوقتي بالجيميل بتاعي. بيفتح معايا ده الجيميل أهو بتاعي، شايفين إحنا كلمة كومبوزي أو إرسال أهي شايفينها، بضغط عليها نو ساينس، مجرد ما بضغط اللي هي علامة القلم جنبها دي بضغط عليها. لو انت بالعربي هتلاقيها انشاء او ارسال. هنا جالي ارسال رسالة، بحدد الاول الايميل اللي انا عاوز ابعت ليه، اللي اكون هكتب الايميل ده شكل الايميل زي ما احنا شايفين كده، بيبقى شكله كده، اسم الايه طبعا، السبجكت طبعا انا عاوز ابعت له رار فايلز، بتسمي الرسالة بتاعتك وبتحط هنا ايه ملفات مضغوطة بتسميها هنا بالعربي او بالانجليزي، ملفات بكتب اللي انا عاوزه مضغوطة مهمة، وبتكتب اللي انت عاوزه بكل سهولة. طبعا بالنسبة للخط انت ممكن تغيره وتكبره عادي خالص، نضغط هنا على الخط نكبر واسطا، نخليه تخين نخليه كبير شوية، نخلي الألوان تمام، ده الخط، نوع الخط ممكن نغيره تمام. ممكن تضيف كمان ملفات من هنا، ممكن تضيف صور من هنا تمام، روابط من هنا. انا هضيف هنا ملفات، اضغط هنا واروح على الملف اللي انا عاوز ارفعه وابعته اللي هو ده، وطبعا هنا بيقول ان هو هيترفع على جوجل درايف الخاص بيه على الجيميل، لان هو 50 ميجا، اكتر من 25، فبيبدأ يعمل ابلود دلوقتي على جوجل درايف. هنستنى لغاية ما يتم رفع ال50 ميجا، وبعد كده بنضغط على ارسال. زي ما احنا شايفين تم رفع الملفات زي ما احنا شايفين اهو. بعد ما تم رفعها بضغط على سند، ومجرد ما بضغط سند تمام، يقول لي ان انت عايز تعمل شير للملف اللي رفعته على جوجل درايف تمام. هقول له ايوه انا عايز مع ده، بس لو انا عايز اخليه يشوف بس الحاجة دي، او ان هو يعلق عليه او يعدل فيها، انا هخليه يعدل فيها مثلا اديتور، لان انا محتاج ان هو ينزله، واقول له سند تمام. بكده انا بعت له الملفات بكل سهولة، وبعت الرسائل الرسالة اللي انا عاوز ابعتها على الجيميل. اتمنى يكون الشرح واضح وسهل، لو في اي استفسار نشوف التعليقات، لو الفيديو عجبك اعمل له لايك، عايز غيرك اعمل له مشاركة، لو مش مشترك معانا على قناة دكتور كمبيوتر اتمنى تكونوا مشتركين معنا، متنساش تفعل الجرس علشان تتابع جديدنا وعلشان تشجعنا على المزيد.